السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة وعشاق كرة القدم الإسبانية. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عن انطلاق المباراة وحتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. سوف ننقل لكم البث المباشر بجودة عالية وبدون تقطيع لمباراة الدور 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا والتي ستجمع بين أتلتيكو مدريد وفريق اللوجو. هي المباراة المهمة التي يسعى فيها الفريقين من تحقيق الفوز واقتناص التأهل للدور القادم. يسعى فيها الفريقين من أجل الفوز والمنافسة على لقب البطولة. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر بجودة عالية وبدون تقطيع وحتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. استعدوا لأن ستنطلق المباراة بعد قليل، ولكن لا تقلقوا سوف نبث هذه المباراة على قناتنا وبجودة عالية وبدون تقطيع. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عن انطلاق المباراة. تابعوا القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.